تقدم العمر في الوش الفات بيحصل له تآكل، الهيكل الخارجي اللي هو عبارة عن جلد فيبتدي هو يطبع على الوضع الجديد فبيحصل الساجنج أو الترهل اللي بيحصل في الوش. الخليج مع ان احنا ممكن نكون سبقناهم بس هم سبقونا دلوقتي في التكنولوجي. الموضوع فكر بس. ممكن تلاقي الست مستوى الاقتصادي كويس وكل حاجة لكن مهملة في نفسها. في حاجات احنا عندنا في الطب مكتوبة في الكتاب. تنفيذها ده مسؤولية الطبيب. الأستاذ الدكتور عمرو النجاري، أستاذ جراحات التجميل بكلية الطب، عضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات التجميل، الحاصل على شهادة المدرب المعتمد من شركة أبتوس للخيوط من ضمن 20 جراح على مستوى العالم والأوحد في الشرق الأوسط. أهلا بكم. حقيقة الثدي منطقة مهمة جدا، والثدي منطقة إذا أصيبت في المرأة بخلل المرأة تصاب بحالة فيها إحباط كبير جدا، سواء ثدي صغير أو ثدي كبير الحجم تؤثر عليها. وأيضا إذا أصيبت هذه المرأة أو أصيب هذه المنطقة بمشكلة ما عند الرجل، الرجل أيضا يصاب بإحباط كبير جدا. بس طبعا مفهوم أن الرجل سيصاب بإحباط عندما يكون هناك تضخم في الثدي. يبقى خلي بالكم هذه المنطقة أو هذا الموضوع رجالة وستات. الستات الموضوع عندهم ضخم جدا والرجال عندهم الموضوع ضخم جدا. الستات ممكن يحسوا بنقص في الكرامة ونقص في الكبرياء ونقص في كل ده. الراجل برضو نفس الكلام. عشان كده احنا هنقسم النهاردة حلقتنا إلى رجالة وستات فيما يتعلق بواحدة من أصعب مواضيع الجراحية التجميلية وهو الثدي. طبعا ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في هذا المجال، واحد من سوبر ستارز جراحات التجميل، واحد من المبدعين في عالم جراحات الثدي. هنستمتع جدا بهذا الحوار مع ضيف العزيز الأستاذ الدكتور عمرو النجاري. أهلا بك يا دكتور. أهلا دكتور أيمن، ملك الشياكة وملك البستات. حبيبي ربنا يخليك. أنا بحاول أجيب بس ده ما قدش نعمة عليك. لك شوية عايز أقول الأول الست كالعادة الثدي طالما الست دايما السؤال ايه المقاييس الطبيعية للثدي؟ سؤال كلاسيكي. هي لازم عشان اجاوبك على السؤال ده لازم نبقى عارفين ان الثدي ليه بصمة. ويمكن الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده كلام يعني ممكن ناس كتير ما تعرفوش بما فيهم الاطباء، ان الثدي ده ليه حاجه اسمها الفوت بلانت، زي البصمه العين اللي زي بصمه القدم زي بصمه الصباع. يعني بصمه الثدي دي معادله بنعملها اسمها الواي ايكويشن. معنى ايه بالبلدي كده؟ ان في ست ليها بصمه ثدي دائري مثلا، في ست بصمه الثدي فيها مخروط شويه. احنا بنحدد ده على اساس شكل وارتفاع القفص الصدري وفي نفس الوقت محيط الصدر. لما بنعمل المعادلة دي بنقدر نحدد ايه هو بصمة الثدي عند هذه السيدة او عند هذه البنت. الكلام ده هو ده الاساس في ازاي انا اعيد بناء الثدي ده او اكبره او ارفعه او. الموضوع مش اختياري. فيه يعني في ناس كتير قوي لما بتيجي تطلب عملية تجميل الثدي بتبقى عايزه ان هي تحط حاجه وخلاص على التكبير وخلاص، زي ما انت عارف ان في طرق كتير لتكبير الثدي بما فيها اعاده او حقن الدهون الفات ترانسفير. الموضوع لا، الموضوع ليه دراسه وليه قوانين وليه حسابات. في سؤال دايما مهم، في ستات تلاقيهم عندهم وهم ان الثدي بتاعهم فيه مشكله وهو يطلع كويس، مش كده؟ طبيعي طبيعي طبعا. السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي دلوقتي خلت فيه انفتاح شويه على مقاييس جماليه مستحدثه. بيحصل فعلا بيجي لنا امهات مع بناتها وبنك ما يعمل الكشف الاكلينيكي عليها بنلاقيها فعلا هو مش حجم المتناسق لكن مش الحجم اللي يحتاج عمليه. وهنا بنبقى بتقابلنا مشكله جدا مع اقناع الطرفين، لان الام طبعا بتبقى اكتر مش عايزه لكن بتربخ لي رغبة البنت المتكررة. هنا بتبقى هي دي المشكلة بقى، ان انا زي اوصل للبنت دي ان انت لا انت فعلا عندك مشكلة بس المشكلة دي اكسبتبل او مقبولة او ما تستدعيش ان احنا نعمل عملية جراحية. هنا بتيجي امانة الدكتور بقى، ما يبقاش ان هي عايزة تعمل وخلاص. لان خد بالك في شعرة ما بين الصح والغلط في التجميل. الشعره دي عايزه امانه طبيب وعلم طبيبي، لان هو ان انا ازاي اعرف ان في
تقييم الثدي. تقييم الثدي مش موضوع حجم بس، تقييم الثدي ده لازم اعرف حجمه، اعرف شكله اذا كان عادي او مخروطي او اذا كان في ما فيش سيمتريه، يعني ما فيش تناسق ما بين حجم الثديين، اتجاه الحلمه او الهاله بالحلمه مظبوط ولا لا، لان كل دي الحاجات اللي بنحدد عليها. طب انا لازم اعمل عمليه هنا ولا لا، وفي نفس الوقت ان انا ازاي اقنع الكلاينتس او البيشنت او الشخص اللي هو يطلب هذه الخدمه ان انا لازم اعمل له الحاجه المظبوطه، لا ابقى اوفر في الاستيميشن بتاعي، لان من خطوره الحشوات السيليكون اللي بتتحط ان انا احاول اربي رغبه المريض ان انا احط له حاجه كبيره قوي. خد بالك انا كل ما اعمل اكسبانشن او شد للجلد انا بعرض الجلد لمخاطر كتير جدا، وبعرض ان البنت دي يحصل لها مشاكل من الحشو على مدار سنين او على مدار الفتره اللي ما بعد العمليه. طموح المريض هنا بيبقى عالي، فدايما احنا بنقول له بص احنا الحاجه الحلوه اللي احنا هنعملها لك ان احنا هنخليك نورمال، هنخليك ناتشرال، وفي نفس الوقت هنحط لك اكبر مقاس ينفعك. انت عارف حضرتك لما بتروح تشتري اي لبس انت بتقيس الحاجه الفت عليك، لا هي الضيقه قوي ولا الواسعه قوي. هي دي نفس اجراء او طريقه اجراء او طريقه اختيار الحشوه اللي احنا بنبتدي نحطها. زي ما قلت لك من شويه في حاجه اسمها بصمه الثدي، في ابعاد معينه احنا عايزين نوصل لها، هو ده الاساس في اختيار حجم الحشوه ونوع الحشوه وشكل الحشوه. ما بعد هذا ان احنا ازاي بقى بعد كده نختار فتحه الجرح هتبقى فين، وضعيه الجهاز هتبقى فين. كل ده يا دكتور ايمن دراسه، والدراسه دي هي اللي بتخلي العمليه تمشي سموس وتمشي كويس، او تخلي العمليه يحصل فيها مشاكل ما بعد الجراحه. انا عايز اقول حاجه مهمه قوي هنا، انه اللي عايز يتابع تفاصيل قوي للصور الثدي يتابع على صفحه الدكتور عمرو على الفيسبوك. هينزل صفحتك على الفيسبوك دلوقتي، دي صفحه المحترفين، الناس اللي بقى عايزه اللي عايز تشوف حاجه، اللي عايز يشوف بقى بروفيشنال، لانه احنا مقيدين ان بعض الصور يعني قيل لناها غير رغم انها صور طبيه بس قيل لناها غير مناسبه، وانا بحترم طبعا الراي دوت والتزمنا، لانه في حاجات في الست لازم تتشاف بصراحه علميا. انا مع انه اللي هتقبل لازم تبص على صفحتك وتشوف، ولازم تجارب قبل وبعد تجارب. فهنحط الصفحه، ودي بقى حاجه خاصه بالناس اللي مهتمين انترست جدا، يعني على الفيسبوك وعلى الانستجرام والحاجات دي كلها، السوشيال ميديا عموما. لان دي تفاصيل في عدد كام حاله؟ لا هو انا عمري ما بحسب الحالات، لكن هي الفكره كلها ان احنا برضو حتى الحالات اللي احنا بنبتدي نحطها على اذا كان على الويب سايت بتاعنا او على السوشيال ميديا بتبقى طبعا محدوده جدا، لان انا لازم عشان اطلع صوره حد لازم ابقى اخد موافقه منه. والحاجات دي بتبقى محدوده، لكن فيها نماذج بتعرف كل حاله ايه المشاكل اللي ممكن تبقى شبهها. هتكلم عن انواع الحشوات، ايه بقى ايه العالم قدم ايه للست في انواع الحشوات؟ طبعا موضوع الحشوات السيليكون دي حاجه من زمان جدا، من مئات السنين، وكانت في تطورات كبيره فيها من ساعه لما كانت بتحقن السيليكون كده زي الجل، وبعدين حصل منه مشاكل فابتدوا يحطوا السيليكون ده جوه شيس او جوه وعاء. التقدم والتكنولوجي دلوقتي في شكل الـ 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 الحشوه دي ان هي بقت عباره عن وان بلوك. يعني ايه وان بلوك؟ لو انت جبت الحشوه دي وحطيتها قدامك كده وقطعتها بالسكينه هتبقى نصين، مش ما فيش حاجه هتبوظ منها او هتخرج منها، ودي معامل امان كتير كبير جدا يطمن الناس. الحاجه اللي كوهيزف جيل، كوهيزف جيل بالظبط كده. هي الفكره كلها ان هو في منه انواع كتير قوي. نوع الجل ده ممكن الشيس اللي حواليه ده يبقى تكستشر، يبقى نوع معين من الخشانه او التكستشر معين عشان يدينا نفس احساس المولدنج ده بتاع البريست. في منه انواع اللي هي السموس اللي هي السطح الاملس. الانواع دي مش اختلاف كبير في النتيجه، ولكن هي بتبقى ارتياحيه للطبيب المعالج، هو اللي بيختار على هذا الاساس. انواع الحشوات مش بس في الكونتنت بتاعتها، لا في شكلها. في حاجه اسمها الحشوه الدائريه، وفي حاجه اسمها الحشوه اللي هي الاناتوميكال او التير دروب، هي شبه دمعه العين. زمان كانت الناس بتعتقد ان لا انا لو انت عايزه حاجه البروجكشن بتاعها قوي والشكل فيها جميل جدا هنبتدي نحط الحشوه الدائريه، وكانت الناس بتعتقد ان انا احط دمعه العين او الاناتوميكال او التير دروب لما اكون احب احط اعمل شكل ناتشر. علميا الكلام ده دلوقتي ما بقاش مظبوط. زي ما قلت لحضرتك في الاول
ان في حاجه اسمها بصمه الثدي. بصمه الثدي دي عباره عن معادله بنحسبها، بنقسم المسافه ما بين السوبرا سنوتش والنبل او الحلمه وعلى محيط الصدر نفسه. الواي اكويشن دي هي اللي بتحدد الرقم اللي بيطلع ده، بتحدد احنا هنحط الدائري ولا هنحط الاناتوميك. معادله تبين مين بالظبط. ما بقاش الموضوع زي ما احنا كنا فاكرينه زمان دي اهواء شخصيه، لا، الموضوع دلوقتي ده بيبقى ليه حسابات ودراسات. الاختلاف برضو في انواع الحشوات الهايت او البروجكشن. البروجكشن ده اللي هو البروز، البروز بتاعه في منه اللي هو النورمال والهاي والاكسترا هاي بروفايل. يعني ايه؟ يعني في حشوات بتبقى الارتفاع بتاعها بيبقى بسيط، وفي متوسط، وفي عالي، وفي اكسترا هاي. بنختار على اي اساس؟ برضو دي مش حاجه اوبشنال، زمان برضو كنا فاكرينها على حسب الاوبشن او على حسب يحتاجه، لا دلوقتي الموضوع بقى دراسه. بنعمل ايه؟ بنعمل الفوت برنت بتاعنا بعد ما بنبتدي نحدده، بنشوف المسافه ما بين الابر بول واللور بول بتاعه الثدي او الحد الاعلى والحد الاسفل بتاع الثدي. على حسب كميه الجلد اللي موجوده في الحد الاعلى بنبتدي نحدد احنا هنحط النورمال بروفايل ولا المودريت بروفايل ولا الهاي بروفايل ولا الاكسترا هاي بروفايل. كل ما يكون في جلد كتير معنى كده ان في توزز كتير، معنى كده ان هو محتاج هاي بروفايل او اكسترا هاي بروفايل. لو في صدر، بيبقى في بنات بيبقى عندها صدر اوريدي ما فيهوش اكسس سكين، طيب لو احنا هنعمل لها عمليه هنا، هنعمل لها عمليه بنحط لها حاجه اسمها لو بروفايل او نورمال بروفايل. هي طماعه شويه، هي عايزه حاجه احسن، هي عايزه حاجه تديها بروجكشن احسن. فقدامنا حاجه من اثنين، يا اما نعمل حاجه اسمها البرافا. البرافا ده عباره عن برا كده في فاكيوم، العينه بتلبسه لفتره من 6 ل 8 اسابيع ببروتوكول معين بنقولها عليه، بيعمل بيبتدي يمط الجلد شويه، بيبتدي يعمل لنا الانفلوب اللي احنا هنحط فيه الثدي او هنحط فيه الحشوه يبتدي يتمدد شويه، وساعتها هيبقى ملائم ان احنا نحط، او ان احنا نعمل لها عمليه نحط لها المودريت بروفايل، وبعد فتره لما يحصل تمدد للجلد نبتدي نعمل لها المرحله الثانيه. ده تفاصيل بقى يعني دقيقه للست تفهم الكلام قوي. زي ما انا قلت، اللي عايزين يشوفوا برضو يتابعوا صفحه الفيسبوك بتاع الدكتور عمرو، هيلاقوا نماذج بالظبط موافقه انها تكون اكزامبل طبيه، ودي حاجات ريفرنس طبيه. احنا في المؤتمرات بنرجع، لكن بما ان احنا في مجتمع شرقي فاحنا بنتحفظ في ان احنا نخرج هذه، رغم انها علميا المفروض يعني عشان المحاضره تكتمل كانت شاب، بس دي في المحاضرات. يمكن برضو انا موافق جدا على انه المجتمع والشكل الاعلامي لازم نكون في شكل من اشكال اللي احنا ما نعرضش الحاجات اللايف، لكن نحافظ على البنت يعني اللي رايحه تعمل عمليه لازم تشوف حاجات، لازم تطمن، لازم تفهم الكلام. طيب عايز اتكلم على ترهل الثدي. انا عايز اقول لك حاجه بس قبل ما اتكلم على ترهل الثدي. في سيستم او سوفت وير جديد، وده مستحدث وابتدينا نطبقه. ان احنا بنبتدي نعمل سيميوليشن، يعني تخيل تمثيلي للشكل اللي هيحصل او المقاس اللي هيركب او الشكل اللي هيكون عليه الثدي بعد العمليه. زمان كنا بنعمل حاجه زي كده بس ما كانتش سيميوليشن، كانت سوفت وير او بحاجه كده زي فوتوشوب احنا بنبتدي نلعب فيها. دلوقتي خلاص، دلوقتي بقى الموضوع سهل قوي. السوفت وير ده بيحدد لنا الشكل وبيحدد لنا الحجم كمان. يعني بيحدد لنا هناخد حجم قد ايه، القاعده بتاعته قد ايه، ارتفاع ولا ايه، اذا كان راوند ولا تير دروب. يعني بيدينا سيميوليشن وفي نفس الوقت بيدي للمريضه بتقدر تشوف شكل تخيلي لنوعيه او شكل الثدي بعد العمليه. اتفضل. انا دي بس كنت عايز اقول. ده حاجه عظيمه جدا. لكن هروح بقى للترهل اللي هو المشكله التي تكون ربما اكثر انتشارا من صغر الحجم، لان كل الستات بعد سن معين بعد حمل ولاده بتصيب من ترهل الثدي. من اكثر المناطق اللي بتعاني منها المراه بعد الرضاعه او بعد الحمل او بعد انقاذ الوزن او عمليات انقاذ الوزن العنيفه، ترهل الثدي. هنا بنبتدي نحدد، لان هي الناس هنا بتبتدي تسال طب هو الثدي ده حله ايه؟ الثدي ده عضو من اعضاء الجسم اللي ليه ابعاد، الابعاد دي احنا لازم نحققها مع اي عمليه تجميل لي. لما يحصل ترهل في الثدي احنا بنحدده وبنقسمه جريدز، درجات. على حسب كميه الترهل ده بنبتدي نقول احنا هنعمل له حشوه بس للرفع، او حشوه مع رفع دائري، او حشوه مع رفع كامل. على حسب بنقيس مسافه زي ما اتفقنا من السوبرا سينال نوتش لحد النبل. السوبرا سينال نوتش اللي هي المنطقه ما فوق العظمه بالظبط.
مفروض النورمال المسافة دي تكون من 19 ل 21 سنتي. كويس. هيبتدي نحسب بقى الجريد بتاعها. لو من 21 لحد 23 احنا ممكن نعمل رفع عن طريق الحشوة فقط. لو من 23 ل 25 بنعمل رفع بالحشوة زائد جرح دائري اللي هو حوالين الهالة. اكتر من كده هنضطر نعمل الحشوة مع الرفع الكامل اللي هو الانكرينج اللي هو الجرح الدائري حوالين الهالة والجرح الطولي و التي ما بقتش كبيرة او العرضي ما بقاش كبير بيبقى سمول تي. احنا بنحدد كده لمصلحة المريض. يعني في ناس كتير قوي تقول لي دكتور ما ينفعش تعمل لي بالجرح الدائري فقط. احنا بالنسبة لنا في شغلتنا فيش حاجة اسمها ما تنفعش. بس هي الفكرة كلها ان انا عشان اوصلك للبرفكشن او الشكل المثالي لازم اعمل الجرح الطولي طالما الترهل وصل لحد معين. طب لو انا ما عملتش لحد الجرح الطولي واضطريت انا نزولا لرغبتك ان انا اعمل لك الجرح الدائري فقط، يبقى انت لازم تقبلي ان انت ما تاخديش بيرفكت، ان انت ما تاخديش تحسن ال 100%. لو انت اكسبتنج ماشي، بس اللي انا عايز اقوله ان شكل الثدي حتى لو في جرح طولي بيبقى شكله حلو جدا، وفي طرق دلوقتي لرفع الثدي بتبقى التنشن فيها او الغرز الشد فيها بسيطه فيطلع الجرح جميل جدا. مع العكس ان انا لما بعمل الجرح الدائري فقط بيبقى في تنشن جامد جدا، دايما الجرح الدائري ده لما بتعمل بيطلع شكله وحش. ساعات بنلجا ان احنا نوافق على طلب المريض، بس طبعا ده بعد ما المريض بيكون اقرب حاجه زي كده عشان ما يبقيش بعد كده وقت ليه يا دكتور ما قلتليش. هي الفكره كلها حاجه، يعني دايما انت روحي للدكتور المناسب وخليه يختار لك الحل المناسب، بلاش تتدخلي فيه عشان تدخلك ده ممكن يخليك انت عن غير درايه او غير فهم تبتدي تختاري الحل الغير مناسب ليكي وبعد كده بتلومي الطبيب المعالج. مين اللي ما يعملش عمليه تجميل ثدي في الستات؟ موانع. والله بص هي الموضوع ده اختلف عليه ناس كتير. في ناس بتحبز ان احنا ما نعملش اي عمليات في الثدي في وجود اورام او في وجود جينات اورام الثدي الخبيث. مع العلم ان الناس العائلات اللي هي عندها البركه 1 وبركه 2 ده بوزيتيف اللي هي الجينات المسببه لسرطان الثدي بينصح ان هم يعملوا استئصال للثدي ووضع الحشو عشان حاجه وقائيه ضد السرطان. زي ما عملت انجيلا بالظبط كده. فهي الفكره كلها في تخوفات، التخوفات دي احنا بنحاول نوصل للمريض ان انت ما فيش اي خوف منها الا لما تكون حاله فعلا اوريدي عملت كان عندها كانسر واتعالجت في فتره معينه بعد علاج الكانسر على الاقل سنتين ما ينفعش نعمل اي حاجه في الصدر. الفتره دي هي اللي ممنوع فيها اي لعب في الصدر، فتره انه بعد عمليه استئصال الثدي او معالجه الورم لحد ما الدكتور المعالج الاورام يقول لها انت توتالي فري دلوقتي، ما فيش خوف ان حدوث اي ارتجاع او ريكرنس في موضوع التورم. ساعتها احنا بنبقى سيف ان احنا نعمل استعاده اللي هو ريكونستراكشن للبريست عن طريق الحشوه او عن طريق ان احنا ناخد شريحه جلديه او جلديه وعضليه من الجسم عشان نعيد شكل. هي دي الحاله الوحيده هم السنتين دول، ودي بتبقى بناء على طلب دكتور الاورام. يعني دكتور الاورام لو قال لها ما تعمليش احنا لازم نسمع كلامه لان هو في الحته دي بيكون اكتر درايه مننا، ولازم نحترم رايه قبل ما نبتدي نعمل اي نوع من انواع العمليات لتصليح الثدي بعد استئصال جزء التورم او استئصال الثدي. طب عايز نروح للمنطقه فيها عليها خلافات، حقن الدهون في الثدي كيف تراها؟ عليها خلافات كبيره. لا هي حاجه علميه جدا برضو، يعني لازم نبقى فاهمين ان دي حلول علميه. يعني ايه علميه؟ ان هي وجدت لعمل استعاضه لحجم الثدي في حالات معينه، مش معنى كده ان هي احسن من الحشو، لا هو دي حلوه ودي حلوه. الحاجه الوحيده في حقن الدهون بس اللي احنا لازم نبقى فاهمينها ان احنا عندنا سايز، السايز ده عشان نملاه دهون لازم نعمله بطريقه فيها حرفيه شويه. اهم حاجه فيها حاجه لوجيك جدا، لو احنا قاعدين في مكان زي ده دكتور ايمن، المكان ده يساع مثلا 10 افراد يعيشوا فيه مرتاحين. لو احنا حطينا فيه 1000 فرد هيموتوا كلهم هيتخنقوا. لو احنا جايين نعمل تكبير الثدي بحقن الدهون، احنا زي مثلا حقن الدهون احنا محتاجين الفوليوم ده حوالي مثلا 300 سي سي. لو انا حطيت 300 سي سي او حطيت اكتر عشان ادي فرصه لان في جزء حوالي من 20 ل 30% من الدهون اللي احنا بنحقنها دي الجسم بتكون نوت فايبل وما بتعيش فتموت. فانا عشان احقن اوفر كوركشن في مره واحده الدهون دي كلها هتموت. يعني اللي انا عايز اوصله ان احنا نعمل رفع سوري تكبير للثدي بحقن الدهون لازم نعمله على مراحل. الحاجه الاهم من كده ان انا
لازم اكون بعمله بطريقه فيها حرفيه جدا عشان ما يحصلش كلكعه. يعني ايه ما كلكعه؟ الدهون لما تبقى جلوبيولز كبيره كده وبتبقى كلاسترز في بعضيها، بتبتدي الدهون الخارجيه تعيش، الدهون الداخليه دي مفيش غذاء ده ما يوصلها تبتدي تموت. لما الدهون تموت بيحصل حاجتين مهمين جدا بيأثروا على العمليه. الحاجه الاولانيه اي ديد تيشوز في جسمنا بتيجي خلايا معينه في الدم، الماكروفيجز دي بتروح تاكل، عارف الامن المركزي؟ ايوه طبعا بيروح ياكل كل حد الصحي والميت، فبتروح هي دي من الحاجات. بيقول لك الدهون راحت كلها يا دكتور، راحت ليه؟ لما حصل ان في جزء من الخلايا اللي انا زرعتها دي ماتت بالظبط، فبتبتدي الجسم ياكل كله صحي والميت، او وانا بحقنها حصل شويه نزف. النزف ده برضو من الحاجات اللي بتؤدي لحدوث ان الـ 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 الدهون اللي اتحقنت دي ما بتبقاش اكسبتد او ما تقبلش. فهي موضوع زي ما هو ليه مميزات لعيوب، ما ينفعش يتعمل روتين في كل الحالات. في ناس بيبقى عندها سقوط كمان مش بس صغر في الحجم، فانا هنا ما ينفعش لو انا جيت الانفلوب ده اوريدي ساقط، النبلز ساقطه، لو انا مليت هتفضل ساقطه. فهنا بنقول للمريض لو سمحت ما تتدخلش في راي الطبيب، خلي الطبيب يختار لك المناسب. الاثنين كويسين، الاثنين ليهم سايد افكتس، الاثنين ليهم مميزات، فاحنا بنختار الانسب لحضرتك عشان تاخدي نتيجه كويسه. في هذا اللقاء الممتع مش عايز نسيب حاجه، فعايزين نبقى ايه، ان في حاجتين مهمين لسه فاضلين. رفع الثدي ده مهم قبل ما نروح للتثدي عند الرجال، هظلم دايما الرجل لا هتسيب له حته كده في الاخر. يعني رغم ان دي موضوع مهم، لكن خلينا نقول للرفع. الرفع ده موضوع تخيلي، ما فيش حشوات، ما فيش ادوات، انت بترفع بس، انت بتعمل. انا هنا بشيل الجلد بس بالظبط. يعني انا بعمل ايه؟ زي ما تكون البدله دي وسعت عليا، فانا بضيقها ان انا ما بخشش جواها، انا جاست ان انا بشيل كميه الجلد الزياده. هنا بيكون الثدي حصله ترهل بس حجمه كويس. فهنا احنا قدامنا حاجه من اتنين، انا ارفع الجلد بس على نفس شكل الثدي، او نعمل حاجه جميله جدا. دي من الحاجات اللي ما يعرفهاش برضو الناس، ان احنا نعمل حاجه اسمها اوتو اوجمنتيشن او تجبير ذاتي. يعني ايه تجبير ذاتي؟ ساعات الست لما صدرها بيسقط بيبقى عريض، عرض الثدي ده نتيجه ان هو فقد كميه من الدهون اللي فيه، فلما اجي اعمل له رفع لازم احافظ على الشكل المخروطي للثدي. عشان احافظ على الشكل ده فانا بجيب انسجه الثدي ببتدي المها بطريقه معينه تدي البروز والمخروطيه الشكل بتاع الثدي، ده اسمه الاوتو اوجمنتيشن، بعملها تجبير ذاتي بدهونها او بشكل او حجم الثدي الطبيعي بتاعها. فانا لما اجي اعمل رفع، لما انا اعمل رفع فقط ان انا استأصل الجلد لو الشكل والحجم كويس، مش محتاج ان انا اعمل لفه الانسجه عشان ادي الشكل المخروطي، او اضطر ان انا ارفع الثدي عن طريق ان انا اشيل الجلد وبرده ابتدي احرك انسجه الثدي عشان تدينا شكل المخروطي بتاع الثدي. اروح بقى للتثدي عند الرجال، المشكله اللي الراجل ممكن يعني بسببها ما يتجوزش، ما يلبسش تيشيرتات، ما ينزلش حمام سباحه، يبقى عنده ثقه في نفسه. عايز اقول لك الموضوع ده زاد جدا الاكل اللي فيه هرمونات بالظبط. وابتدى شريحه كبيره جدا من الشباب يهتموا بهذه الموضوع، حتى الشباب الاسلامي الرفيع. يعني الموضوع دلوقتي ما بدوش ان انا بعالج سمنه او ترهل في الثدي او حكبر حجم الثدي، لا، في شباب بيبقوا حتى من الشباب الرياضي حصل في مرحله البلوغ شويه لخبطه في الهرمونات ادت الى تضخم الغده، وغده الرجل دي ملهاش اي وظيفه خالص. وانس ان ابتدى يحصل البلوغ لو حصل اي تغيرات زادت في حجمها هنا لازم نتدخل فيها. العمليه دي بسيطه جدا على فكره، ممكن نعملها لوحدها وممكن نعمل معاها نوع من انواع الشفط عشان او النحت عشان نبرز العضله كمان. العمليه لو انا بس جاست هعمل استئصال الغده دي، احنا بنعمل جرح اسمه سمايل فيس جوه الهاله، مفيش حاجه من بره خالص، جوه الهاله بنعمل جرح نصف دائري، بنبتدي من خلاله نستأصل جزء الغده الموجود. ولو كمان حبينا نعمل للديفينيشن لشكل الثدي وشكل العضله، ممكن كمان نعمل شفط بطريقه معينه عشان نرسم شكل العضله. فهو بيستفاد حاجتين، البروز الهرنيشن بتاع الجلاند ده بنشيله من فتح صغير خالص ما بتبانش، زائد ان احنا كمان بنعمل رسمه الثدي ورسمه العضله، وكل ده بيبني مواضيع على فكره. يعني دي من الحاجات، دي عمليه جميله، عمليه لذيذه وبسيطه، الاستشفاء بتاعها سريع، النتيجه بتاعتها بتبقى مبهره،
وبتخلي في ثقه في النفس عاليه جدا عند الرجال. اه طبعا هنا الصور بقى ما فيهاش مشاكل. دي الرسمه دي بنحدد فيها احنا كده كان عملنا في الحاله دي مش بس عملنا صدر، لا احنا عملنا البطن كمان. وشوف ده الاستشفاء ده في خلال 5 دايز من العمليه. العضله بانت، شكل الصدر خلاص، الهرنيشن اللي في الجلاند خلص. يعني الموضوع بيدي حتى سيلف يعني ثقه في النفس مع الاشخاص اللي عندهم هذه الحاله من التسدي الرجل. دي درجه اكبر، ودي برضو في سليم. انت جايب لنا حالات حلوه قوي انها معظمهم مش تخان. عشان كده بقول لك الموضوع مش مقتصر يعني فقط على السمن. على فكره ده كلام محترم ومهم جدا جدا جدا، لانه كانوا يعتقد انها مرتبطه بالسمنه. لا لا خلاص الموضوع هنا بقى هنا في موضوع كبير شويه هنا. حصل تسدي وترهل كمان، وبقى في كبر في حجم الهاله، بقى في ان الهاله نفسها كانت اوطى بكتير قوي او نازله سقوط كتير قوي. هنا بنضطر نعمل استئصال للغده ورفع للثدي بنفس طريقه ثدي السيدات، بس برضو في الرجاله طبعا الجروح بتبقى ابسط شويه لان القياسات او المسافات بتبقى مختلفه شويه عن الصدر. هنا المساله اكبر بكتير. هنا برضو من الحاجات اللي هي عملنا جرح دائري فقط، ما اضطرناش نعمل الجرح الطولي، وده كان بناء على رغبه المريض. عملنا الهاي ديفينيشن الشفط، وبعد كده في نفس الوقت بنعمل البنالي اللي هو الشد الدائري لغد للجلد بتاع الثدي. هنا ايوه دي طبعا رجعنا براحتنا الرجاله مفيش مشكله. دي التحضيرات العمليه، رسومات عشان تبين هي مش المساله بسيطه، مش عمليه سهله. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اي عمليه تجميل الرسم فيها تقعد. الرسم فيها اهم من العمليه. عارف الترزي اللي بيعمل باترونه انا، وبالذات في مساله الثدي، الثدي ده بالذات من الحاجات ان انا لازم ارسمها كويس قوي. يعني ممكن الرسمه بس تاخد لها اكتر من 40-45 دقيقه عشان اظبط بالظبط انا هشيل من هنا قد ايه ومن هنا قد ايه، هرفع هنا قد ايه وارفع هنا، لان دايما في اسيمتري، مفيش نص جسم شبه التاني بالظبط حتى في نفس الشخص. الحقيقه دايما موضوع الثدي معاك بيبقى ممتع للغايه. انت عندك يعني دايما جديد، وعندك توصيفات مهمه جدا للثدي بتشرحه بطريقه. احنا مره عملنا محاضره في الدكتور كانت علميه خالص من سنتين ثلاثه كده، كانت علميه قوي كمان، بس لازم تتفرجوا على الجلوبال. يعني انا في رايي انه اللي عايز يستفيد برضه لازم يتفرج على محاضرات الدكتور عمرو في اكتر من محاضره في الثدي، هيجمع في محاضرات فيها تفصيليات قوي، في محاضرات فيها صور كتير اكتر من كده، في طبعا يعني صورنا ما بنظهرش دلوقتي. يعني احنا ملتزمين قوي دلوقتي بنظهر، ودي حاجه كويسه برضو عندك ان انت عامل ارشيف للحلقات المجمعه وبتبقى كلها بنختار ان هي كل واحد هو عايز يشوف حاجه معينه، توبيك معين، بروجكت معين، فدي برضو من الحاجات الكويسه. انت نورتنا حبيبي، سلام. كالعاده ابدع في وصفه مهمه علميه جراحيه نفسيه كمان تقديريه هامه جدا لمن يعاني، لانه زي ما قلت الست عندما تعاني من مشكله في الثدي هي في مشكله نفسيه كبيره، رجل يفقد ثقته ويكون في مشكله نفسيه كبيره. ارجوكم العائلات اللي عندهم افراد بنات واولاد عندهم هذه المشكله لا يقللوا من حجمها ولا يتعاملوا معها بنوع من اما الاستهتار او الاخفاء. لا ما عندناش مشكله، لا عندكم مشكله، والمشكله علميا لها حل مهم جدا، ولكن نفهم هنعمل ايه وعند مين. ده كلام مهم جدا. ضيفي العزيز سوبر ستار جراحه تجميل التقول الاستاذ دكتور عمرو النجاري، نورتنا دكتور. الله يكرمك. والفيست مكسر تروح اوروبا تيجي من غير فيست ليا، من غير فيستات حبيبي، انت وحبيبك صاحبك واخد بالك، الاثنين بتسافروا وتحضروا المؤتمرات وتجيب انت الفيست وهو ما اعرفش بيجيب مكسرات. لا انا حد بيجيب لي مكسرات ولا فيستات. شكرا يا دكتور عمرو، خليكم بعد اذن حلو.